هاي مديرية التربية تل عفر. احنا نشكر قناة الموصل الفضائية الموصلية لحضورهم على تربية تل عفر للاستماع على كافة مشاكل قضاء تل عفر. حقيقة أقل ضرر، يعني محروقة بس مو محروقة كليا، محروق بها الأوراق والسجلات. هنا الشعبة الهندسية، شعبة المهندسين، أرشيف مال المهندسين. بس هاي زينة. جبناها، لا هذا جبناها البارحة، جبناها. اه لا هذول كل الغراض الموجودة هنا بالتربية احنا جبناها جديد، يعني بالطابق الأرضي ما ظل ولا شيء، يعني كله محروق، كله محروق. شو يعني ايش يضل بهذا؟ إذا الكاشي هو محترق ذاتيا، شنو اللي يضل بي بعد غير الكاشي؟ أولا تحية إجلال وإكبار للشهداء الذين حرروا هذه المدينة، ولكل القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية بدون استثناء. شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة التي وصلت إلى ديوان تربية تل عفر لأول مرة. لم نجد قناة تصل هنا لكي نعرض ما حصل في هذه البناية من دمار، من حريق. شاهدت قبل الدخول إلى مبنى المديرية، وجدت أمام المديرية هنالك كراسي عدد 5 ومنضدة ميز نستقبل به ملاكات تربية تل عفر العائدين من المحافظات، نسجل مباشراتهم استعدادا لفتح المدارس وعودة العوائل من المحافظات كافة، من الشمال، من الوسط، من الجنوب، حتى من خارج العراق. احنا كادرنا شفتوا أمامكم، شفتوا موجودين مداومين، صارنا فترة طويلة لم نجد أي مبادرة، أي تنفيذ من الجهات، سواء كانت منظمات حكومية غير حكومية، حتى من الجهة الحكومية لم نجد أي مساعدة، أي دعم لحد الآن. هذه الدائرة اللي شفتوها أمامكم تم تنظيفها من قبل ملاك تربية تل عفر، وبتعاون مع مديرية بلدية تل عفر وسيارات الحشد الشعبي وسيارات الإطفاء، يعني تعاون الحكومة المحلية، وبتعاونهم قدرنا أن ننظف الدائرة. ما يقارب 10 أو 12 قلابات أنقاض تم رفعها من مبنى مديرية تربية تل عفر. سبقا وجهنا دعوة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وجهنا دعوة أولا للمدراء المدارس، كما احنا هنا حضرنا هيئنا الدائرة لاستقبال العائدين من الملاكات التربوية، وجهنا دعوة لمدراء المدارس مع ملاكاتهم العودة إلى تل عفر لتسجيل مباشراتهم استعدادا لاستقبال العوائل والطلبة العائدين من المحافظات. مثل ما تشوفون خالين حاطين ميز خارج الدائرة من أجل استقبال الهيئات التعليمية والتدريسية اللي يعودون من خارج مدينة تل عفر، لأن البناية محروقة أو غير صالحة لاستقبال العائدين إلى تربية تل عفر. فنطلب من الجهات المعنية، من اللي خلينا نقول المنظمات أو بتأهيل مديرية تربية تل عفر والمدارس في سبيل أن ترجع المدينة حياة للمدينة من خلال رجوع الناس والكادر التعليمي والطلبة. حقيقة عندنا ألم كبير يغص في قلوبنا ما شاهدناه في تربية تل عفر وفي أكثر مدارس تل عفر من جراء داعش الإرهابي المجرم الذي خلفها في تربية تل عفر وفي باقي مدارس تل عفر. أنتم اليوم حقيقة صورتوا تربية تل عفر وشفتوا المعاناة والأضرار البالغة فيه. نحن الآن في بداية الدوام العام الدراسي، عودة أهالي تل عفر لا يكون إلا بتجهيز المدارس. احنا شلون نقدر نجهز المدارس اذا ما جهزنا تربية تل عفر اللي هي الاب اللي تجهز المدارس؟ اكثر العوائل الان ينتظرون ف
فتح المدارس حتى هم يرجعون أولادهم للمدارس، اللي بكركوك اللي بالبغداد واللي موجودين بالمحافظات الجنوبية. حقيقة احنا 3 سنوات اللي طلعنا من تل عفار عندنا كوادر طلعوا تقاعد، عندنا كوادر توفوا، فاحنا حقيقة نحتاج كوادر تعليمية وكوادر تدريسية، ذكور وإناث.